بكم في عدد جديد من مجلة روابط. عدد اليوم حافل بالمستجدات على غير صعيد. شبكة الغاز المركزية بمواصفات هي الأكثر تطوراً وحسب المواصفات العالمية. أنظمة العزل تضمن المحافظة على درجة حرارة المنزل بحيث تكون معتدلة صيفاً ودافئة شتاءً وبأقل تكلفة، وتمنع حدوث التشققات. شقق العرض في مدينة روابي تروي قصة عيش الحلم. مدينة روابي تستحدث شبكة غاز مركزية وفق معايير آمنة تراعي علاقة صحية بين البيئة وطبيعة المدينة المحيطة بها. شبكة الغاز المركزية التي تغذي الشقق وكافة مرافق المدينة أقيمت وفق معايير عصرية آمنة وبتكلفة أقل لمستخدميها وفق نظام يستخدم للمرة الأولى في فلسطين. ولاستغلال الغاز المركزي الذي أعدت له خزانات محصنة بعيدة عن الأحياء السكنية والمناطق المأهولة، تم تزويد كل شقة ببويلر غاز من أجود الماركات العالمية يمكن استخدامه في نظامي التدفئة وتزويد المياه دون المزج بينهما. ولضمان علاقة صحية وبيئية بين مدينة روابي والطبيعة المحيطة بها، كان لابد من اختيار بدائل للطاقة تمتاز بفعالية عالية الجودة وأقل تلويثاً للبيئة، حيث جاءت فكرة استخدام الغاز النفطي المسال كبديل يضمن السلامة. لتوفير استهلاك الطاقة، طواقم روابي الهندسية تبتدع نظام عزل حراري ومائي ورطوبة وفق معايير عالمية. انفردت مدينة روابي عن دونها حتى من المدن العصرية بأن وفرت كافة أبجديات المدينة الحضرية لسكانها وفق رؤية باتت تتجسد في كل خطوة نحو اكتمال المشروع الحلم. ومن بين الأنظمة العالمية تلك الخاصة بالعزل والتي منحها الفريق الهندسي الخاص بالمدينة خصوصية في التصميم والتنفيذ اعتماداً على تقنيات هي الأكثر تطوراً تحاكي الأنظمة العالمية وتشمل عزل المباني حرارياً وأيضاً عن الرطوبة. خلال عملي في قسم الإشراف الهندسي في مدينة روابي، واجبنا أن نتأكد من تطبيق أدق التفاصيل لتصاميم المدينة ونضمن أعلى مستوى في التشطيب. ومن الأمور التي تميزت فيها شقق روابي هو موضوع العزل الحراري والمائي الذي تم تصميمه وتنفيذها عن طريق فريق متخصص من المهندسين وفق معايير عالمية. أما بالنسبة للعزل المائي المستخدم في المناطق الرطبة كالحمامات وغرف الخدمات والترسات، تم عزله على مرحلتين باستخدام مواد البيوتمن قبل وبعد التأسيسات الميكانيكية، ومن ثم استخدام روبوت الأبوكس الخاصة للبلاط، وبذلك نضمن أعلى مستوى من التطبيق والحماية من الدلف ضمن مواصفات عالمية وعالية. وأخيراً أسطح الأبنية والتي تم عزلها بدءاً من صبها بمادة الفوم كونكريت بميلان عالي جداً لعدم تجمع المياه، ومن ثم استخدام الرلات الإسفلتية الخاصة بجودتها ومواصفاتها العالية ولونها الملائم لطبيعة وحجر روابي. ومن بين فوائد العزل توفير استهلاك الطاقة وتقليل استخدام التكييف والتدفئة، إضافة إلى تأمين الحد الأعلى من الدفء داخل الشقق ويحمي المباني من التصدعات والتلف وكذلك من التقلبات الجوية. مجموعة من الشقق المعروضة والمجهزة بكافة مستلزمات الحياة تتميز بكونها صممت حسب أحدث الموديلات، والمزج بين عدة خيارات للتشطيب لتجعل من حلم الراغبين بامتلاك بيت المستقبل واقعاً يلمس باليد والعين. في روابي الحلم بات حقيقة. شقق العرض هذه تقودنا إلى تخيل الواقع الذي سنعيشه، حيث اختار فريق متخصص من المعماريين والمهندسين عدداً منشقاً في نفس المبنى بمساحات مختلفة وتصاميم متنوعة وفي مواقع متعددة تمتاز كلها بإطلالة ساحرة، ما يعكس صورة بيت المستقبل للراغبين بعيش الحلم واقعاً.
هنا يبرز تكامل الفن المعماري، إذ تم اختيار مواقع هذه الشقق قرب مركز المدينة حيث نبض الحياة، فيما حرص الفنيون على التنوع الملفت في التصاميم من خلال المزج بين خيارات مختلفة. في عمليات التشطيب التي تشمل كافة الأساسيات لتتماشى والأنماط المعيشية المختلفة للأسر الفلسطينية، حتى اختيار قطع الأثاث وألوانها لم تأتي عبثاً، فقد تم ذلك وفق معايير عصرية وأخرى كلاسيكية كي تلبي مختلف الأذواق. التقرير أبرز كتير من الأسئلة اللي بدوري رح أطرحها على ضيفتي المهندسة شفا صلاح. أهلا وسهلا فيك شفا. أهلا وسهلا فيك. إيش هدفكم من تجهيز شقق العرض؟ كان الهدف من وراء تجهيز شقق العرض أنه نعرض أنماط الشقق السكنية في روابي اللي بتختلف بالمساحات، التوزيع، المميزات، عدد غرف النوم، احتوائها على إطلالة، مدخل خاص، تراسات، وكمان أورجي الناس عن قرب أكثر على جودة التشطيبات، اهتمامنا بالتفاصيل، بعض الأنظمة الموجودة في شققهم زي نظام التدفئة المركزي، بلكونة الخدمات، أبجورات الكهرباء والألمنيوم، وكمان عشان يقدروا يشوفوا شو الألوان المتاحة، شو الخيارات المتاحة وأنواع التشطيب الموجودة. كمان ممكن أكثر عشان أعطيهم أفكار لكيف يعفشوا بيوتهم ويستغلوا المساحات. عملتوا مزج بالتصاميم لا تلبوا أذواق جميع الناس، إلى أي مدى نجحتوا في ذلك؟ طبعا بداية هذا الأنماط اللي عرضناها اعتمدت واستندت على أذواق الناس اللي استوحيناها خلال التشطيب بالفترة اللي مرقت، فقدرنا ناخد أنماط معينة نمشي عليها. طبعا كيف حسينا بالنجاح بهذا الموضوع؟ لما يجوا زبائن يدخلوا على شقق العرض منحس ميول كل نوع من الناس على شقق العرض، يعني كان واضح. دور أصحاب الشقق اللي بدهم يتملكوا بمدينة روابي، قديش لهم دور بأنهم هم يجهزوا ويشطبوا بيوتهم؟ طبعا إحنا بالرغم من أنه إحنا شقق جاهزة مشطبة كاملة مكملة مع مطبخ، إلا أنه إحنا رعينا أنه هذا بيت العمر للزبون، وحبينا نشاركه باختيار تشطيباته بداية من البلاط. بيجي الزبون بيختار البلاط مش بس كنوع، كلون برضه بالبلاط، تصاميم الحمامات، الحنفيات، الأطقم الصحية، حتى المطبخ، كل شيء بيخطر على بالك من أباريز وإنارة برضه. شكرا كثير إليك مهندسة الشفاء. زوار المدينة ينتمون لثقافات وأنماط عيش مختلفة، ولكن في روابي تذوب كافة الفوارق المجتمعية والانتمائية والعرقية تحت سقف سحر هذا المكان. بهذا نكون طوينا آخر صفحة في عدد اليوم، بأمل اللقاء بكم في العدد القادم. وقبل الوداع نقول روابي قصة تروى ولا تنتهي. إلى اللقاء.